الطيران. الفيديو ده من اصعب الفيديوهات اللي عملتها من ناحيه كل حاجه، كميه المعلومات وكميه الرؤى المختلفه وحاجات تانية كتير. المقدمه بالذات بتاعت الفيديو ده هتبقى طويله شويه، فمحتاجين نركز مع بعض. الطيران من الاقسام اللي ليها بريء جامد قوي في هندسه. من وانا صغير اصلا كنت دايما بسمع يا مهندس طيران دي حاجه كبيره فشخ، واللي مديها صيت اكبر اللي هي مش موجوده في مصر خالص اصلا غير في هندسه القاهره وفي جامعه زويل، بس كل شويه تقفل وتفتح، وفي معهد امبابه، وطبعا في القوات المسلحه. لو فاكرين فيلم اسف على الازعاج تقريبا بتاع احمد حلمي، الشغلانه اللي هو كان شغالها دي ده كان مهندس طيران. صحيح القسم مش بس طيران، لا ده اسمه طيران وعلوم فضاء، فده اظن انتوا فهمتوا من معناه، يعني ان انتوا مش بس بتدرسوا حاجات تبع طيران، انتوا كمان بتدرسوا حاجات تبع الفضاء. طيب هو القسم قوي جدا، من اصعب الاقسام في الهندسه، واصلا ايه مبنى لوحده كده محدش بيقرب منه يعني. طيب احنا هنحاول نتكلم في كل حاجه في القسم ده، وهنقول كلام في الاخر مهم جدا لازم توصلوا الاخر وتسمعوه. احنا النهارده معانا باشمهندس خالد عادل، هو اللي كلمنا عن القسم فادونا رغي كتير. يلا بينا نخش في التفاصيل. ايه طبيعه الدراسه في القسم؟ الطبيعي في ثلاث نماذج. في اسلوب اللي هو العادي، الدكتور بيكتب محاضره بتكتبها وراه، دي اهم حاجه تتذاكر طبعا مع السكاشن، خلاص ده النظام التقليدي اللي احنا متعودين عليه واحنا عارفينه. النظام الثاني ان في دكتور لا بيبقى عامل زي ملزمه او زي كتاب خاص بيه، هو مش بيجبرك تشتريه بس هو بيبقى حاطط فيه كل النوتس اللي عايز يقولها، حاطط فيه الشيتات، وده اللي بيطلب منك تحله او تسلم منه اساينمنت. ده النموذج الثاني. النموذج الثالث ان في دكتور يخش يقول لك احنا عندنا في ريفرنس كورس بيتكلم عن كذا كذا كذا، ممكن يقول لك نبذه بسيطه عنه وانت بتتعامل بقى مع نفسك، بتكمل في بقيه الريفرنس، تبص من على النت، بس مش بيشرح قوي زي في المحاضرات او زي الدكتور اللي عامل ملزمه. دول ثلاث انواع. في دكاتره لا امتحاناتهم سيستماتيك بتتعاد كل سنه هي هي، في دكاتره بيجيبوا الشتات حتى لو غيروا الشتات بيجيبوا الشتات هي هي، في دكاتره يحط لك شتات بس كل سنه امتحان مختلف شكل عن اللي بعديه، ممكن يكون نفس الطريقه بس افكار جديده، بينوع مش حاجه اللي هو حاجه سيستماتيك ان انت تشتري دماغك انت تذاكر الشتات او تحل امتحانات قديمه وخلاص. في بعض المواد لو انت بتبصمك فيها، خصوصا المواد اللي بتيجي الامتحانات بتيجي بالشتات او بتكرر كل سنه، ممكن تجيب فيها درجات، ده صراحه والمواد دي معروفه. لكن هل ده هو عامه القسم؟ ده مش عامه القسم اطلاقا. عامه القسم محتاج فيه جدا جدا جدا. القسم كاساينمنتس ريبورتس هو اكتر قسم بيسلم اساينمنتس ريبورتس في الاربع سنين. انا عارف ان في قسم زي مدني بيسلم شتات جدا جدا في السنه الثالثه تحديدا، بس قسم طيران من اكتر الاقسام اللي بتسلم ريبورتس واساينمنتس، ومشاريع بتسلم كتير جدا، بس ممكن ما يكونش اكتر قسم بيسلم مشاريع. احنا اكتر قسم بياخد رياضه وبعدين لنا اتصالات. توتال الاستريس عليك في مدار الاربع سنين لا استريس جامد جدا. اكتر قسم بينزل محاضرات وسكاشن في الاسبوع. طيب ايه الشعب الداخليه او التخصصات اللي جوه قسم طيران؟ هو القسم مبدئيا الناس مفكره انك بتخرج مهندس طيران كلمه عايمه كده. المجال فيه اربع تخصصات. اول حاجه وده اساسا اهم تخصص في القسم وان القسم باني عليه، وان يعني ايه طياره الطين مبني عليه، هو الايروداينامكس. ثاني قسم او ثاني تخصص التحليل الهياكي او الاستراكشر. ثالث حاجه الدفع او البروبلشن، ورابع حاجه الكنترول او طبعا التحكم. انت بتدرس الاربعه في الاربع سنين كلهم. في الحلقه القديمه كان الاربعه في اول سنه اربعه بتاخد مواد الكتيف بتختارها انت، وعلى اساسها وعلى اساس مشروع التخرج انت خلاص بتكمل في التخصص دوت. بالنسبه للائحه الجديده لا، من اول سنه ثالثه الترم الثاني هيبقى عندك مادتين اختياري، وفي رابعه طبعا زي ما هي مادتين ترم اول مادتين ترم ثاني برضه الكتيف او اختياري كده. ست مواد ومشروع في ثالثه ومشروع تخرج في رابعه، كل دولت خلاص بيحجموك ان انت هتمشي في الباث دوت، سواء كان كنترول او بروبلشن ستراكشر ايرو داينامكس. طيب نيجي دلوقتي لمجالات العمل وفرص العمل، وكمان شويه هنتكلم عن مرتبات. مش مهندس خالد هياخد راحته بقى في الكلام اللي جاي ده، فاسمعوه. بالنسبه للمجال المهندس طيران في كل حاجه هيشتغل فيها، فالمصطلح ده هو الدارج في مصر، لان مصر ما بتصنعش صناعات خرافيه تستاهل ان كل واحد يشتغل بتخصصه، فهو في مصر تقدر تشتغل في حاجات كتير جدا. لكن اصلا الطيران دوت في ايه؟ الكور بتاع القسم هو دوت صلب الشغل بتاعه، بيشتغل طبعا في تصنيع الطيارات، في صيانه الطيارات، في تصنيع الصواريخ وكل مركبات الفضاء سواء ساتلايت او صواريخ او مكوكات، بيشتغل في الانظمه العسكريه كصواريخ عسكريه او طيارات عسكريه. بالنسبه للاماكن اللي انت تقدر تشتغل فيها، طبعا مصانع تصنيع الطيارات ده شيء بديهي، المطارات ده هتشتغل بجزء الصيانه تحديدا، تشتغل في شركات البترول في حاجه اسمها خدمات جويه بتروليه. طبعا انت في مصر فبنسبه كبيره ممكن يجيلك شغل في الحاجات ديت. طيب حابب اشتغل في ايه تاني بقى كمجالات؟ اول حاجه في السيارات، وده بيبقى انت مطلوب جدا جدا. ليه؟ لان انت مطلوب جدا جدا، انت بتدرس حاجه اسمها ايروداينامكس. تمام. العربيات عامه هي بتمشي بيتاثر عليها الهواء زي الطياره بالظبط. الفرق انت في الطياره بتعايز ترفع، هنا انت عايز تثبت، فبالتالي بياخدوك عشان تدرس ايروداينامكس كويس جدا، ودارس بروبلشن او محركات
الشركات بجميع انواعها. فانت في السيارات انت لا فرصتك زي ميكانيكا عادي جدا في التقديم، وفي تقديم سي في وكشغل دي كويسه جدا. المجال التاني ممكن تشتغل فيه مجال الامبيدد. انت اكتر قسم في الكليه بياخد كلاسيك كنترول، بعد منك كهرباء، بعد منك اتصالات. ليه اكتر قسم بياخد كلاسيك كنترول؟ موضوع بسيط جدا، طياره عايز تحكم فيها في كل الاتجاهات فلازم تاخد كلاسيك كنترول. ممكن كمحتوى الكورس مختلف عن كهرباء لاختلاف الابلكيشنز، بس كبيزكس اساسيه انت بتاخدها هي اكتر من كهرباء، وطبعا بتتطابق لمواضيع الطيران اكتر بكتير. فعشان كده تقدر ازاي تشتغل في الامبيدد، الكنترول بالنسبه لك بيكون سكه كويسه جدا انك تبدا في الامبيدد، تبدا تفهم السيستم عامه بتاع الامبيدد هو عباره عن ايه، يمشي ازاي. بس طبعا ده للاسف ما بيدرسش في القسم، القسم ما بيدرسش امبيدد سيستم، بتضطر تاخده في دبلومات بره وكورسات بره. لكن في الشغل بعد كده بيبقى زي الاتصالات بالظبط، بل احيانا بتتفوق على زميلك في الاتصالات. وفي شركات زي فاليو بتعين ناس من طيران في الامبيدد، يقول لك ليه ما تاخدش من الاتصالات او من حاسبات، ده شغلهم. يقول لك لا، عشان انا عايز واحد فاهم ودارس كويس جدا، وعندنا معلومه ان قسم زي طيران بيداس عليه جامد زي ما بيقولوا في الكنترول. فبالتالي لما يجي الواحد دارس كل الكميه دي من المعلومات الموسوعيه ومعاه امبيدد كمان وفاهم جدا الرياضه، فلا دوت يقدر يفيدنا جدا جدا. تالت حاجه ممكن يشتغل فيها، طبعا مهندس الميكانيكا انتاج او ديزاين هو بياخد انتاج وديزاين بكميه ضخمه جدا. انت تقدر تشاركه في حته بسيطه، وهي انك تعمل ديزاين للمركبات بحكم دراستك للاستراكشر والهياكل عامه، وبحكم طبعا تعاملك مع برامج زي السوليد زي الانسيس. ده بتقدر تشاركه في حاجه زي دي. دول الثلاث مجالات اللي تقدر تشتغل فيهم كمهندس طيران خارج نطاق الطيران. اول حاجه ميكانيكا باور كسيارات، ثاني حاجه امبيدد سيستم، ثالث حاجه جزء الديزاين في الانتاج. احنا قلنا في الاول ان ممكن تشتغل في المطارات او في حاجات ديت او في مجالات متعلقه بره الطيران. دول هنجمعهم في خمس نقط، كتشتغل في ديزاين الطيارات او في صيانه الطيارات او كسيارات ميكانيكا باور او كامبيدد او كجزء ديزاين في الانتاج. كصناعه طيارات في مصر احنا واقعيين جدا، ما عندناش اي صناعه طيارات في مصر غير في القوات المسلحه. لو ربنا كتب لك دخلت ضابط احتياط او حبيت تخش كضابط متخصصين هتشتغل في الديزاين ازاي؟ مصر ما بتصنعش طياره كامله على بعضها غير طياره كي 8، ودي طياره صينيه اصلا بس طياره تدريب. فدي ممكن تشتغل برضه من زي ما انت متخيل انك هتعمل ديزاين من الاول وتقعد انت وفريق العلماء تصممه، لا هو حاجات موجوده انت بس بتتابع وخلاص. ممكن تحب تعمل تعديل فيما بعد، طموح قدام. بالنسبه لمجال الصيانه، مجال الصيانه هو طويل مكلف وقت وفلوس. المجال عايز يكون معاك ميزانيه تقدر تصرف على نفسك في 3 سنين بعد التخرج، وتكون معاك وقت انك مش مستعجل على جواز، مش بتطلع مثلا اهلك، لا تكون متفرغ للموضوع دوت. طيب الصيانه ايه المراحل بتاعتها؟ اول حاجه في كورس اسمه بيزك، ده كورس بيدرسك اساسيات الصيانه، بيزك مينتنس بيزك اسمه كده. مصر الطيران بتنزله مدعم لطلاب هندسه الطيران سواء كان في امبابه او في القاهرة. هو اصلا ب 40,000 تقريبا، نزل بينزل في رينج من 15 ل 20,000، بس هو عمره ما عدى ال 20. هو السنه اللي فاتت نزل ب 15. بتاخد 3 شهور بعد سنه ثالثه و 3 شهور بعد سنه رابعه. ممكن تاخد طبعا في اي وقت بعد كده، بس لو عايز تنجز في الوقت بتاخد 3 شهور بعد سنه ثالثه، اجازه صيف ثالثه واجازه صيف رابعه. هتعمل ايه بعد كده؟ هتقدم على حاجه اسمها الورك شيت. دي عباره عن ايه من الاخر؟ دي بتشتغل على طراز معين من الطياره او ممكن كذا طراز، بتعمل عليه تاسكات. اللي معاك مشرف، مهندس كبير مشرف هناك في المطار، زي كانه بيصحح لك التاسكات ديت، عملتها صح عملتها غلط، ناقص لك كذا. دي تكلفتها حوالي 500 جنيه في الشهر لمده 12 شهر كاملين. خلصت اول مرحله البيزك، خلصت ثاني مرحله الورك شيت، انت دلوقتي بقيت نوعا ما مستعد انك تكون مهندس طيران، بس لازم تتخصص في طراز معين. بتختار طراز معين تاخد فيه كورس 3 شهور تبع مصر للطيران. خدت الكورس الطراز دوت من الطياره، هتكمل بقيه حياتك فيه. طبعا عايز تغير لطراز ثاني هتاخد نفس الكلام ثاني، بس انت خلاص خدت 3 شهور دولت، خلصت انت كده جاهز يا مهندس صيانه. تبدا شركات الطيران واحده واحده تبص لك. لو انت معاك سي في قوي سواء بتقدير عالي او بسكيلز كتير او جايب في ادوات عاليه حتى في مراحل اتعلمت فيها الصيانه ديت، تقدر توصل للانترفيو. مجرد ما انت وصلت الانترفيو خلاص داخل هتتكلم بكل ثقه عاليه جدا. ممكن الانترفيو اديت فيه كويس، هي مساله انك تعدي منه، ده مساله وقت. الواسطه بتعديك من الانترفيو، هتخش على حاجه اسمها الامتحان التحريري او شفوي، بيعملوا كذا امتحان هم مصر الطيران، شركه وزاره الطيران بتعمله. لازم تعدي على الامتحانات دي كلها، تحريري وشفوي وعملي، لازم تعدي عليهم كلهم وتنجح فيهم بنسبه 70% نجاح من 90% فيهم، عشان خلاص تقدر تاخد رخصه انك مهندس صيانه طيارات معتمد. ساعتها بقى يجي لك الشغل سواء كان في مصر الطيران، في شركه زي النيل للطيران، شركه سمارت افيشن. في شركات طيران كتير في مصر، الناس فاكره ان مصر الطيران هي الوحيده، هي اكبر شركه، بس في شركات كتير جدا جدا زي سمارت افيشن والنيل للطيران، حتى منهم شركات متخصصه في طيارات الرفاهيه لرجال الاعمال بس، مش حتى للركاب. وفي شركات متخصصه في الهليكوبتر، وفي شركات متخصصه في الدرونز، هي كده شركات مختلفه، او شركه خدمات البتروليه. فلازم لو انت خلاص هكمل بقيه حياتك
مجال الصيانه دوت، فلازم تكون واثق انك معاك سي في كويس ومعاك خطط كتير ومعاك وقت وفلوس. اكبر دفعه وصلت كانت 100 وحاجه، ودي كانت من 4 سنين باين وخلاص ما رجعتش تاني. انت اكبر دفعه دلوقتي موجوده في القسم عندنا 73 طالب، واحنا دفعتنا 58 واحد، والدفعه الاكبر منها 250، اللي هو رينج بتتكلم مش هتزيد عن 60 70 واحد الدفعه. فانتوا قليلين جدا جدا في مصر، وفي كتير بيسافر. فرص السفر بالنسبه للقسم كتير جدا على فكره، سواء كنت تقدير جيد او جيد جدا وامتياز، فرص السفر كتير. اللي هو من الاخر يعني انتوا مش كتير، وشركات الطيران بتحب تزود الاسطول بتاعها، ولو جابت مهندس طيران من بره هيبقى مكلف جدا كراتب، فبياخده من عندنا هنا. طيب السالري بتاعك ايه كستارت اب؟ هو مش كبير قوي، هو بيبدا من 3.5 ل 4، ده بالنسبه في مصر هنا. تقدر تلاقي شغل؟ اه تقدر تلاقي شغل، بس لو معاك سي في قوي وقدمت على كذا شركه صدقني هتتقبل. ولو تعمل سيرش دلوقتي هتلاقي ان مصر الطيران كانت منزله وظايف طالبه اصلا مهندسين صيانه ومحرك او هيكل، اللي هو صيانه من الاخر يعني. والترم الاول 2018 كانت طالبه 20 مهندس صيانه من قسم طيران او ميكانيكا او ميكاترونكس، تقدير لا يقل عن جيد. فرص شغل بره مصر، لو انت ديزاين فافتح موقع زي بوينج او ايرباص، شوف الريكويرمنتس بتاعت المهندس دوت، هتلاقي ان كل الحاجات الساينتفك انت تقدر تحققها بكل سهوله، بل ان ما كنتش اصلا محققها، سواء برامج متعلمها او كورسات انت واخدها. بس هتيجي عند شرط معين، ده اللي هو خلاص هيمحي كل دوت. ايه هو الشرط؟ سواء في شركه زي بوينج طالبين يكون انت معاك جرين كارد او معاك اقامه دائمه في امريكا. لو انت ليك حد في امريكا هناك تقدر تطلع الجرين كارد دي بسهوله، ليك حد هناك مقيم في امريكا تقدر تطلع الجرين كارد دي بسهوله مش ازمه. فساعتها خلاص انت تقدر تشتغل، تقدم السي في بتاعك في شركه زي بوينج. وافتحوا المواقع اللي هتلاقي ان هم طالبين مهندسين كتير جدا. بالنسبه لشركه زي ايرباص هم مش كاتبين فيها الجنسيه، بس هم كانوا قبل كده كان في فيديوهاتهم او بتاع ان هم بيطلبوا مواطنين فرنسيين. انا الحقيقه ما اقدرش اكد المعلومه دي ان هم بياخدوا مواطنين فرنسيين او لا، بس مفيش حد في مصر انا اشتغل في ايرباص قبل كده، فده اعتقد بياكد فكره ان هم عايزين مواطنين فرنسيين. بس لو جيت بصيت للريكويرمنتس هتلاقي ان هو مطلوب عادي جدا، كل الحاجات دي ممكن تحققها مش مستحيله كموضوع علمي. شركه زي بوينج برضه حاطه نوت كده على حسب الجوست اللي انت تعمل فيها عليها سيرش، ان هم قد يقبلوا مواطنين غير امريكان. يعني خد برضه مش حاجه يعني، ده ما انت ما تلعبش ريسكك كله على الحته ديت، ما قد يقبلوا مواطنين غير امريكان. بس اكيد كل ما تعلي السي في بتاعك كل ما يقدر لا ما يفوتكش من ايده. بس لو تقدر تمشي في حوار الجرين كارد دوت، انك ممكن تروح امريكا تحضر ماجستير او دكتوراه من هناك وتفضل عايش اكبر فتره ممكنه، تبدا في اجراءاتها، هي الموضوع بالنسبه لك مش ازمه تشتغل في الديزاين. الخليج ما بيطلبش فيه غير مهندسين صيانه بس، طبعا الخليج ما عملش حاجه ديزاين، هو مهندسين الصيانه بس. في طرازات معينه في الخليج بعينها هم دول بيحبوها قوي، دول بيركزوا عليها زي الاي 320 ايرباص اي 320، دي من الطرازات هم بيحبوها جدا. فلو انت شفت طرازات شغاله في الخليج ايه هي وخلاص قررت تسخر حاجتك كلها في الخليج، لا المرتبات هناك عاليه جدا جدا، بتبدا من اول 10000 ريال سعودي كستارت اب، وانت طالع بتنط بال 5000، يعني فلوس عاليه جدا. بس لو عرفت تاخد يعني خلاص ركزت على الطرازات بتاعتهم دي وقدرت تقابل برضه، دول بقى الرز رز فعلا، تقول لي بس يعني والله العظيم. طيب بالنسبه للسالري في بوينج او ايرباص، ده بيتحسب بالسنوي ما بيتحسبش بالشهر، ده فرنج من 85000 ل 95000 دولار. فلو انت لو حسبتها في الشهر، لو قلنا مثلا ده ستارت اب، ده مش طالبين حاجه عاليه قوي، يعني بتتكلم في حوالي 8000 7000 دولار في الشهر، اللي هو بالمصري بتتكلم في 140000 جنيه شهريا يعني. بس انت بس هات الجرين كارد ويعني سيب على الله. طيب ملخص الكلام ده كله، ان من الاخر مهندسين طيران في مصر ما بيشتغلوش غير في الصيانه، والصيانه متعبه جدا، محتاجه وقت ومحتاجه فلوس، وفي الاخر شغلها مش قد كده في مصر. اما ممكن كمان تشتغل في حاجات بقى بره طيران، زي الامبيدد، زي ميكانيكا الطيارات، زي الديزاين في الانتاج، ودي فرصها معقوله زي بقيه الاقسام، ومرتباتها بتتراوح برضو، بس الافريج بيبقى مثلا 5000 جنيه ولا حاجه في كستارتنج مثلا، او ممكن كمان يوصل لسبعة. فمن الاخر قوي يعني مهندس طيران مكانه يا اما بره مصر يا اما في الجيش، يا اما يدخل اي قسم تاني. بالنسبه كمان لمجالات الشغل، فاللي انا قريته ان في وكاله فضاء المفروض تفتح مصر زي ناسا كده، بس طبعا بتكلفه او ميزانيه اقل بكتير جدا، بس عموما برضو دي حاجه تحفه يعني. فاصلا مفيش فضاء في مصر غيرك، فدي هتبقى فرصه تحفه ان انت تشتغل في الاماكن ده. بس لسه يعني قدامه كام سنه كده يعني، بس هو مبدئيا مشروع ممكن يفتح فرص كتير جدا لكل مهندسين طيران في القاهره. نتكلم شويه عن فرص البنات في القسم ده عامله ازاي. فرص البنات في القسم هم مش اكتر، هم زي طبعا اقل في حاجات زي الديزاين او الانتاج او الباور. الصيانه هم مش يعني هم البنات مش بيفكروا في الصيانه، بس هم لو عايزين يفكروا هيخشوا عادي جدا. طيب بالنسبه للامبيدد، الولاد والبنات زي بعض جدا عادي، لما جالنا ما فيهوش اي احتكاك مثلا بالشحم والحام والحاجات دي، لا زي بعض عادي جدا. في التصنيع برضه نفس الكلام، لو الموضوع هو مشكله جرين كارد طبعا هم بيسالوش على الجندر اصلا في الشركات دي، هو موضوع الريكويرمنتس بس. طيب بالنسبه للسيلف ليرنينج، فزي ما خالد قال، بس هو من اكتر اقسام الهندسه بتعتمد على السيلف ليرنينج، بالذات ان للاسف
الدكاتره فيه يعني قدام شويه او كده، فهم شرحهم مش قد كده قوي، فبالتالي انت بتحتاج تسيرش عن كل حاجه بنفسك. وبالنسبه للتقدير فهو ساعات بيفرق وساعات ما بيفرقش. يعني لو اتكلمنا عن شغل الصيانه فهو بيفرق، بس يعني ساعات برضو ما بيفرقش، ساعات بياخدوا من اول جيد وجيد جدا فعادي يعني. وكمان في منح كتير جدا بتيجي للناس من اول جيد، فهو ملوش قاعده معينه يعني. نيجي بقى للمميزات وعيوب القسم ده، خلينا الاول نبتدي بالمميزات. القسم قسم زي ما بيقولوا قسم موسوعي، او قسم فيه ساينس كتير جدا جدا جدا. فاللي هو انت لو دخله عشان انت شغوف بطيران ولا قدر الله حصلش نصيب ما قدرتش تحقق شغفك دوت في الشغل كاول ما اتخرجت، فانت في نفس الوقت ما تخربش بيتك، يعني مش هتموت وخراب ديار زي ما بيقولوا. ماشي ما عرفتش تحقق فرصك في الطيران، بس انت معاك علم كتير جدا يشغلك في اي مجال تاني. وحصل ان موضوع الجرين كارد عرفت تجيبه، مبدئيا مبروك عليك الشغل خلاص. لو انت معاك الريكويرمنتس جاهزه والانترفيو جاهز، الانترفيو في شركات على الدوليه زي دي، ساعتها يا معلم تقدر تشتغل في حاجه زي بوينج، تقدر تشتغل في حاجه زي لوكهيد مارتن، تقدر تشتغل في حاجه زي ناسا. لو انت اصلا تخصصك سبيس، او حتى لو بروبلشن او كنترول تقدر تتخصص في حاجه زي ناس، او اي حاجه حتى من التخصصات. بس دول اكتر تخصصين يعني متفوقين في قسم الطيران عامه. فرصهم في السفر اللي هو سهله قريبه من السهله، مش ازمه خالص، مش ازمه اطلاقا. وكسفر منح كمان دراسيه مش كسفر بيصرفوا على نفسهم منه. هل ده معناه ان الاوائل بس يسافروا؟ خالص، برضه ناس من جاي ممكن تسافر، بس على حسب انت فاهم ولا مش فاهم، معاك سكيلز قد ايه. اكتر الاقسام اللي السفر فيها مش مشكله رغم صعوبه الدراسه وصعوبه التكاليف، بس كسفر منح او حاجه مش ازمه اطلاقا. لو انت قررت تكمل في مجال عسكري في مصر، فانت مطلوب جدا 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 في الجيش. السالري بتاع الجيش طبعا كلنا عارفين انه عالي، من اول 8000 و7000 طبعا غير المميزات الثانيه اشتراكات الانديه والشقق. فاللي هو قررت تشتري حياه الرفاهيه في مصر وفي نفس الوقت تبعدش عن مجال الطيران، ممكن تخش الجيش. وكمان لو انت عندك حد في امريكا، او انت مخطط ان انت في يوم من الايام عايز تهاجر وتسافر في امريكا، فطبعا برضو طيران من احسن حاجات انت ممكن تخشها، عشان زي ما شرحنا فالشغل في امريكا بالنسبه لمصريين طيران كويس جدا. وكمان من اهم الميزات اللي احنا قلناها ان انت اصلا ما فيش غيرك في مصر، يعني في الحياه المدنيه، مش بتكلم على الجيش، في الحياه المدنيه انت ما فيش غيرك وزويل، بس زي ما بقول لك زويل مش قوي، كل شويه تقوم وتقع، ومعهد امبابه، وانت اكيد احسن من معهد امبابه بكتير يعني. نخش في العيوب بقى. كشغل طلعت المجال المنتشر في مصر المدني اللي هو الصيانه مكلف جدا وقت وفلوس. تشتغل في الديزاين برضه مش لو مثلا دخلت خلاص تكمل ضباط متخصصين، برضه الموضوع مش مغري انك تخش في ديزاين، مش موضوع مش مغري. مساله التفوق او ان القسم صعب او سهل دي تختلف من شخص لاخر على حسب هو تقبله. بس هو زي ما قلت في الاول، اكتر قسم فيه اساينمنتس وروتات بتتسلم، اكتر قسم بينزل في الاسبوع كاوقات. لو قررت تشترك في اي نشاط طلابي موجود في القسم زي يو جي سي او سبيس لاب، فده اوفر تايم فوق الوقت، ممكن تروح الساعه 10 بالليل، او القسم بيقفل 9 بس يعني عم تروح فيها 10 تنام 9 تاني يوصف عشان تنزل. لازم تحضر 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 تحضر، لازم تكون يعني مش اقل من ممتاز في السيلف ليرنينج. في حاجات ما تتشرحش كتير، في حاجات الدكاتره معظمهم كبار في السن، فمش كل المعلومات بتوصل بسهوله، حتى اللي بيشرح قوي معلومات بتوصلش بسهوله. لو انت داخل القسم حاجه زي الرياضه او الداينامكس او الانتاج، ماشي ممكن ما توفقتش فيهم في اعدادي. انا واحد كنت جايب في رياضه في اعدادي مقبول، جيت فيها امتياز في اولى، واحده زي جاي الانتاج جايب فيه جيد، جايب فيه مقبول سوري في اعدادي، جيت فيه جيد جدا في طيران. فلو انت داخل مش حاببهم اصلا، مش متقبل فكره دراستهم، فالقسم مش مناسب ليك اطلاقا. لو انت لا بتحبهم بس مثلا في اعدادي ما كنتش مركز في الدراسه اصلا، ما عرفتش اتعامل معاهم، لا هم مش صعبين قوي في اولى، لا هم بالممارسه مع الوقت مع الحل خلاص مش ازمه اطلاقا. فدول اساسيات انك تكون داخل طيران تكون معاك فاهم ميكانيك، تكون حابب، خلينا مركزين على حابب وتقدر تعافي فيها، انتاج، ديناميكا، رياضه. للاسف قريت شويه عيوب كمان في قسم الطيران، وهي ان الدكاتره مش اقوياء قوي او مش احسن دكاتره في كل الاقسام يعني. كمان حوار اللي هو بياخد جهد ووقت كبير جدا، مش هتقدر تعمل اي حاجه جنب طيران طول الاربع سنين. بس برضو دي مش شغل قوي يعني. كان في مصطفى مغربي ده كان رئيس الاتحاد بتاع هندسه القاهره، وكان في نفس الوقت كان في قسم طيران، فهي برضو مش مرتبطه قوي. بس عموما هو قسم بياخد وقت كتير جدا. كمان من اكتر عيوب طيران اللي انت لو مدني فللاسف القسم ده مش جامد قوي، لان اصلا قسم طيران قسم طراز اول عسكري، زي مثلا صناعه الصواريخ والحاجات دي اصلا انت ما ينفعش تاخدها في الكليه، ده اللي انا سمعته يعني. فكون ان في قسم يعني متشابك قوي كده مع الجيش، فده بيصعب عليك كل حاجه، سواء الماتيريالز انت مثلا ممكن تكون عايز تجيبها من بره، الحاجات اللي انت عايز تدرسها، في حاجات ما ينفعش تدرسها، حتى في الشغل مش كل حاجه تسمح لك تشتغل فيها، حتى بره مصر يعني امريكا
اي 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 شركه طيران عايز تنجح لازم تتعامل مع جيش بلدها. اي شركه طيران في امريكا مش هتشغل حد فيها غير لما يكون الحكومه الامريكيه راضيه عنه، وبيبقى مفضل غالبا ان صاحب الارض هو اللي يشتغل فيها. فكل دي مشاكل بتبقى في طيران للاسف جدا. كمان طيران من اكتر الاقسام اللي تقدر تقول عليها اللي انت هتدرس حاجات في القسم كتير قوي ممكن ما تستفدش منه خالص لما تطلع بره. عارفين مقوله اللي هو انسى اللي انت اتعلمته في الكليه؟ هو دي اكتر قسم ممكن تطبق عليه المقوله دي، وان هو فعلا قسم صعب ومتضايق عليه بره الحياه العسكريه زي ما قلت. فانت لو مالكش واسطه جامده او لو انت مش هتقدر تسافر بره فالقسم هيبقى صعب شويه. طيب نيجي لمكونات الاقسام. ايه الفرق بقى ما بين طيران وبين ميكانيكا، بما ان اصلا طيران جزء مفروض من ميكانيكا؟ طيب الفرق بين طيران وميكانيكا، واحد يقول لك طب انا ليه هشتغل شغل طالما هشتغل شغل ميكانيكا بعد الطيران، طب ما اخش ميكانيكا وخلاص. طيب هو ميكانيكا مبدئيا مش من فكره السيارات بس، او مش فكره الاوتوموتيف او فكره الحاجات اللي بتتحرك، لا فكره ميكانيكا ان فيها زي مولدات الكهرباء، تبريد وتكييف، سولار بانلز، يعني فيها ابلكيشنز كتير بعيدا عن الحركه عامه. يعني ده كجزء باور. كجزء انتاج طبعا عارفين فكره الانتاج، خطوط الانتاج والديزاين وكده والسي ان سي والمكن ده كله، فخلاص ده بالنسبه للانتاج. طيب بالنسبه للطيران، طيران انت بتدرس ايرو داينامكس، ده انت الوحيد هو مجال الطيران عامه اللي بيدرس طيران في العالم هو الوحيد بيدرس ايرو داينامكس. بتدرس كنترول، ده ميكانيكا ما بيدرسش كنترول غير في انتاج وبياخدوه عشان خاطر السي ان سي. فانت تدرس كنترول كتير جدا، تدرس محركات ميكانيكا ما بيدرسوهاش، هي محركات الدفع النفاث. فانت فكره محركات، لا انت اكتر بكتير من ميكانيكا في فكره المحركات والاوتوموتيف، انت اكتر بكتير من ميكانيكا. طيب على اي اساس احدد ان انا اخش القسم ده ولا لا؟ عايز تخش طيران ليه، او عايز تخش ميكانيكا ليه، او انا محتار بين الاثنين؟ انت عاوز تشتغل فكره المجال الميكانيكا العام اللي هو التكييفات، تشتغل في مصنع خطوط وكده، خلاص ميكانيكا هي انسب حاجه ليك. عايز زي ما قلت تسافر بره او تدرس مجال الطيران او فكره المحركات الجامده جدا، او يعني انك تسافر بره مصر او تشتغل في اي حاجه من قدام قبل كده في الامبيلد او الحاجات اللي انا قلتها في الاول كمجالات شغل، يبقى طيران هو انسب اختيار ليك. ده بعيدا عن فكره الديزاين، لو انت داخل عشان خاطر تعمل ديزاين لمركبات فخليك في انتاج من الاول، ليه دخلك طيران بس؟ طيب ده كلام بقى محتاج اقوله عشان كان في دكتور في طيران نزل كده بوست بيقول عايز يسال والباقي الدكاتره والمعيدين اللي حابب ينصح ينصح. فانا دخلت وقريت الكومنتس، لكن كل الكومنتس ما تخشش طيران ما تخشش طيران ما تخشش طيران، فانا استغربت جدا. طيب هما ليه بيقولوا كده؟ لكل الاسباب اللي احنا قلناها. ان اول حاجه ان طيران فعلا مجال عسكري بحت، فبيبقى متضايق عليه شويه بره الحياه العسكريه، اما ده في نفس الوقت بيديك ميزه لو انت عايز تخش الحياه العسكريه زي ما قلنا كضابط متخصص او كضابط احتياطي. وكمان عشان القسم صعب جدا وعشان تدرس حاجات كتيره قوي بره قسمك، فهم بينصحوا ان انت لو مش داخل طيران وانت فعلا عارف بالظبط انت هتعمل ايه، انت عارف مثلا انت هتقعد الخمس سنين ده وعندك مثلا حد هيسفرك بره، او انت مثلا ناوي تطلع على اوائل الدفعه فهتبقى دكتور في طيران، او انك عندك واسطه جامده قوي في مصر، فهم بيقولوا لك دي بس الحالات اللي انت عشان تخش طيران. اما حوار الشغف والكلام ده انت ممكن تقرا في طيران، ممكن تعرف معلومات اكتر عنه، بس كشغل هيبقى فعلا صعب جدا. بس في الاخر كلمه كل فيديو ان الارزاق بتاعت ربنا، واللي انت اعمل تستفتى فيه قلبك يعني، وتسيب الباقي على ربنا. طيب ده كان كل حاجه في فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. الحمد لله اهو بقينا نعمل فيديوهين في يومين ورا بعض، وان شاء الله كل فيديوهات هتنزل قريب. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تدينا لايك وتكتب لنا كومنت تحت الفيديو ده وتسيب لنا الفيدباك بتاعك وتشير الفيديو ده مع كل اصحابك اللي بيفكروا في الطيران. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للقناه عشان تشوف بقيه الفيديوهات. وكالعاده نموت ونحن ويبقى الاصل.